شكلك يا برج الدلو انت في نفسك، انت صامت عقلاني ومش محرك اي مشاعرك ومش مظهر مشاعرك نهائيا، وكأنك انتقلت للحكمة للعقل، عندك صار انتقال من القلب الى العقل ومتوازن جدا، بسبب انك انت شايف هذا الشخص عنيد وشخص يمكن شوي كبرياء او عالي جدا ومهتم في الماديات، واحتمال انه عاجبك لكن انت ملتزم الصمت جدا. احتمال يكون هذا الشخص انت شايفه مرتبط في عمله في علاقة اخرى، ولكن انا شايفه انه عاجبك، ويمكن يكون هو من برج الثور عشان هيك انتوا شوي عنيدين مع بعض. يمكن انت شايفه هو متكبر وعنده الايجو عالي جدا ومهتم بانجازاته، وهو عاجبك، انت تحس انه اذا كنا ملك ملك ومتوج بكل شيء يلفت نظرك انت. انا حاسه انا شخصيه عجبتك. طيب هو شخص، هذا الشخص متجه اليك وبحبك، هذا الشخص على فكره ومتعلق فيك جدا جدا، وشخص طيب وحنون وبيحمل من المشاعر الصادقه، ومشاعره بتميل للطيب والحنان اكثر ما بتميل للغرور، زي ما انت شايفه مغرور او شايفه انه هو عايش الواقع يعني بالحد بحدود بيحكوها عفوا الحدود الزياده، يعني طالع لفوق كتير. الشخص ده روحاني جدا جدا لكنه متعلق بشيء، هذا الشخص يمكن متعلق فيك بفكر فيك كيف يقدم لك كاس الحب على فكره، لانه انا شايفه انه متجه اليك. الشخص هذا يمكن في عنده ازمه هو لسه مش قادر يطلع منها، هذا الشخص وبحط حدود لعلاقه ما او ازمه ما ماديه، او هذا الشخص مرتبط وانت شايفه كمان يمكن مرتبط، وهو لكنه بده يبين لك مشاعره يظهر لك مشاعره. بس خلينا نشوف شو الكروت اللي نشوف هدول اول اشي بعدين نبلش في القراءة. هو في طاقة الهيبريستس، هو طاقة الغموض، غموض بيحكوا لك هون comfort I am with you in your time of need help you hard to help. على فكرة شكلك انت جايك مصاري يا برج الدلو، هو طلع لي هيك اجد عيني عليه، يعني انا اقرا اجد عيني عليه، احتمال انه عندك فرصة مالية او انت شايف هذا الشخص شخص فرصة بالنسبة لك. احتمال يكون هذا الشخص جديد مش من الماضي، لان انت زي متجمد المشاعر او انت في طاقتك طاقتك برج الدلو. هون بيحكوا لك احنا معاك ملك الراحة، انا معاك في وقت الحاجة لمساعدة قلبك على الشفاء، فانت احتمال ان انت صامت، حتى مشاعرك صامت، كل اشي صامت فيك متجمد، انت في طاقة التجمد. وهون برضه انا حبيت اذكرت، يعني ما بعرفش حسيت انا بروح لكم، المستشار رئيس الملائكة عزرائيل، انت مستشار طبيب يستفيد الكثير من الناس والتوجهات والطمأنينة. خلينا نشوف كروت الرومانس، شوف اختيارك يا برج الدلو. باشن I love you.
وصلت فين الوقت ويت جوي. شكلك انت عندك شغف لشخص او انت منجذب لشخص لكنك صمت، انت منجذب لهذا الشخص. فهم بيحكوا لك انه سينك ويت جوي، خلي روحك تغني تنطلق. خلينا ناخذ لك كمان كارت ونبلش في القراءة. ارتباط حياتك في الحب يصعد إلى مستوى عالي من الارتباط. إذا كانت هاي العلاقة جديدة فهذا الشخص ناوي يتقدم لك. طيب معلش استحملوني شوي يا جماعة، شايف هذا الشخص مشاعر مقلوب ومش مقلوب، عقله مقلوب. شكل هذا الشخص احتمال انت معجب بشخص وعندك شغف، وهو بنفس الوقت هو برضه حاسس بشغف من ناحيتك، ولازم انت تظهر هذا الشيء او تسمح لروحك انها تغني في هذا الشغف. انت بالفعل تفعل ذلك. توقف عن الافراط في التفكير، استقر في مواجهة الشمل الحقيقي. انت عن جد بتفكر في الارتباط، فتوقف عن التفكير وافعل. بلش حلوات كروتك يا بارش. طيب وانت صامت وهو صامت وراح نشوف شو بتصير معنا. هو في طاقة الهاي بريس، مع انه انا مش شايف انه طاقة في الطاقة عندي العامة او طاقة الكروت سطح، انا شايفة انه جاي عليك لكنه هو لسه بفكر في الموضوع. احتمال هذا الشخص يكون في طاقة تبعات، لانه هو حاسس هلا انه خارج من طاقة الحماس او البداية الجديدة، هو خايف من البداية الجديدة. الشخص هذا احتمال يكون شخص جديد على حياتك للبعض، واذا كنتوا في انفصال فالشخص هذا حاسس انه فقد الفرص معك، وهو فقد الحماسة وفقد الروح السعادة في هاي العلاقة. يمكن انه حاسس انه خلاص زي انطفى من ناحية، انطفت شعلته من ناحية هاي العلاقة، فهو شايف نفسه انه يمكن لازم يقعد يفكر كثير منيح ويتباعد لحتى يقدر يسترجع قواه وحماسته والدفء لهاي العلاقة. احتمال الشخص هذا عنده اطفال، هذا الشخص هو يمكن مشغول في عمله في انجازاته، في عنده شيء هو مهتم فيه، هيك هو شوي متباعد فاقد الحماسة في العلاقة او فاقد الحماسة في العلاقات عامة، لانه هو زي بيعاود الشخص هذا عماله برجع يوقف على اجريه من اول وجديد. برج الساتورن وبرج الثور، برج الحوت، برج الاسد او القوس، الحوت و برج الدلو اللي هو انت، وبرج الثور ما شفتش ابراج خالص. بس هذا الشخص هو قيادي بالعام، يعني شخص بحب انه يقود مشاعره لكنه مختفي او متباعد عن الانظار، لانه بحب هو دائما يبين انه ملك وهو قيادي جدا، لكنه حاسه انه فاقد حماسه من اتجاه احتمال اتجاه العمل او احتمال اتجاه العلاقات، او فاقد الامل في البدايه في علاقه جديده، لانه هو بفكر انه يتجه لكم لكنه لسه يعني متعلق بين انه يقدم هاي الخطوه او يتباعد. طيب الشخص هذا مشاعر من ناحيتك الفور اوف كابس لكن مقلوبه. الشخص هذا حاسس انه فيه يعني مش قادر اقدم فرصه، او قدم فرصه من قلبه الكاس على راسه. الكارت طلع نفس الاشي في طاقته ونفس هو المشاعر من ناحيته، وحاسس بالهايبيست انه في طاقه الكاهنه
عشان يعني بالعربي احسن. حاسس انه هو قدم فرصة لكنك انت يمكن تكبرت عليه، حسيت شوي بالكبر عليه، او حس انك انت لازمك حماسة اقوى، لانه هو قدم عرض ولكن كان انت عندك عروض اخرى او عندك ماضي يمكن قعدت تفكر كتير عشان تقبل هذا العرض، وهو حس انه رفضك للعرض هو كبرياء منك او غرور منك، او انت بدك اشي اكتر، اكشن اكتر، حماسي اكتر. احس ان الطاقة هاي متجهة الك، طاقته من ناحيتك انت، فهو عشان هيك فاقد الحماسة من ناحيتك. طيب هو كيف مشاعره؟ ومشاعره انه كأنه قدم عرض فانت رفضته، او هو خليني بس اشوف اكتر لانه جنبه بسبب حس بالغدر او بحس انه بالاسف، هو فعلا حس بالاسف. هو قدم لك عرض لكنه حسك انك انت متجمد المشاعر، ما تحركتش في هذا العرض او ما قبلتش هذا العرض، اطلعت عليه بطرف عينيك و ما قبلته. هو حس انه كأنه الكاسة انكبت، انت او انت زي رافض كل الكوبايات حتى الماضي وكل شيء، كل شيء كأنك رافض العلاقات، لانه هو متحير انه انت ليش رفضت هاي الكوباية، وفي حالة التحقيق مع الذات او في حالة الشك. الشخص هذا شاكك انك انت مريت في ماضي مؤلم لهيك انت رفضت الكوباية تبعته، زي ما حكيت لك انت رفضت الكوباية تبعته. لهيك هو شايف هو قدم لك عرض وانت رفضته ومشيت لقدام، تركته ومشيت. ما هذا الشخص زعلان من الماضي كمان، بديش يقدم ولا عرض ولا كوباية. احتمال هذا الشخص كان في ماضي في حياته ورحل، هو حس نفسه انه كان طيب كتير في الماضي مع شخص اخر غيرك، ولا البعض منكم معك وهو شاف انه قدم عرض وانت رفضته وتركته ورحت. طيب هو كيف شافك؟ هو شافك مطنش يعني عن جد، انه يعني برضه نربطها ببعض، شافك مطنش قدم لك عرض وانت ما قبلتش، حتى ما فتحتش هذا العرض او شفته نهائيا، وشافك انك انت سكتت ما عطيتش لا حق ولا باطل، وشافك انك انت زي يعني مثلا بعت لك هدية حطيتها على جهة وضلت رايح، يعني ما فتحتش هالهدية. هو شافك انك انت مطنش ومكابر جدا وجامد جامد جامد جدا جدا، شايفك وشافك انك انت يعني عندك شوية كبر انه على العروضات اللي بتجيك. برضه نفس الاشي عن جد. على فكرة الشخص اللي قدم لك عرض وتركك وراح لانك انت طنشت هذا العرض، وقرر انه يمشي لقدام لانه زعل انقمص منك، يعني اخذ على خاطره منك. والشخص زعلان انه قدم لك عرض وانت رفضته. طب انا بدي اشوف انت ليش رفضت هذا العرض. مش عارف اذا هو من الماضي، شخص من الماضي، بس لا انت معجب فيه، مش حاسه من الماضي. هل هذا الشخص من الماضي لبرج الثاني؟ احتمال كنتوا في زواج وانفصلتوا عن بعض في زواج، واحتمال انه يكون جديد، يعني تزبط على الاحتمالين هون. عريس جديد بتقدم لك كراش، شخص طلب منك الزواج وانت رفضت، الشخص طلب منك الزواج وانت رفضت، او طلب منك انه ترتبطوا مع بعض وانت رفضت. يمكن عريس قديم وطلعت طاقته معنا هون انت بتفكر فيه، واحتمال تكونوا انتوا في كنتوا في زواج وكان بينكم حب والفة ومشاعر فائضة وانفصلتوا عن بعض بسبب انه الشغف.
احتمال انه انطفأ الشغف في علاقتكم وابتعدتوا عن بعض وانفصلتوا، لكن برضه هون الشخص قدم لك عرض زواج او راح يقدم لك عرض زواج، انت اكيد راح تعرف. هون برج الثور، برضه برج الثور طاغي على القراءة هون. طيب هو شافك انك انت هادي وصامت، هادئ وصامت، وشافك انك انت سنجل مش مرتبط، مش في ارتباط او مش في زواج، واحتمال تكون انت عقلك مش في العلاقات، عقلك في الاشياء الماديه والاستقرار المادي. شافك انك وحيد، مفيش ناس بتحيط حواليك، انت لحالك قاعد لحالك، وكانك انت بس عقلك بس في الماديات، مش لانك انسان مادي، لا، لانه انت حاسك ان انت عندك كبر فبدكش تحتاج حدا، ما بدك تحتاج حدا. هو شافك ان عندك كبر، نوع من الكبر، الكبرياء، كبرياء، مش كبرت النفس، لا، كبرياء. بسمح لكش انك انت تروح للشخص، بسمح لكش انك تمد ايدك لشخص بتطلب المعاونة او الاشي انت محتاجه. برد مصمم، بقول لك بحبك، بقدم لك هون على الشاشة قدام كل الناس انه بحبك، هو بده زواج واستقرار. هو شايفك انك انت تصلح للزواج والاستقرار، هو شايفك انك انت تصلح زواج وتصلح تكون رب اسرة، وكمان تشاركه بمشروع. والشخص هذا بده معك زواج، وشايفك ان انت تصلح للزواج، وانك انت متكامل، وانك انت بارع فينك تتحكم في عقلك وقلبك، وكأنك انت بتعرف توازن بين عقلك ومشاعرك وقلبك. وشايفك انه انت شخص اسطوري، اسطوري في الحب، اسطوري في العمل، اسطوري في كل شيء، او قديم نوعا ما، بتحب الاستقرار. اذا يعني مش مثلا بيحكوا عن الاشخاص هاي الايام بس للاستقرار المادي، لا، انت زي استقرار اسري واستقرار مادي، يعني تاع الحب الاستقرار المنزلي. فالشخص ده معجب بشخصيتك جدا، لكنه خايف منك، هو قرب منك لكن انت رفضته، بضل يطلع انه ماسك الكاسه وبقول يعني كده انا بحبك، انا بدي اياك ارفض فيك. طيب شو نواياه من ناحيتك؟ الشخص هذا نواياه تباعد شوي عنك، الشخص هذا نواياه يتباعد ويفكر في الموضوع ويقدم لك كمان عرض، بس بده يجيك على هيئة شخص قوي وشخص جميل جدا، وهو كامل المواصفات. الشخص هذا بحبك جدا، بده يقدم لك عرض وينتظرك، رح يحكي لك على أقل من مهلك، تجاوبش مثلا هالقيت، لكن فكر منيح في الموضوع اللي راح اعطيك اياه، وراح يقعد ينتظر منك جواب. مش عارف حاسه في كارت ولا لا، حاسه انه في كارت. يلا خبي الكارت وراه. خليني اشوف، ليش مخبي الكارت؟ طيب خليني اشوف هذا الشخص بحبك. لان اشتغلت فيه ما كانش بالنسبة له انت الزواج والاستقرار والحب كل شيء هو بيتمناه، بحبك الشخص وبتوازن وبعقلانية، لكن هذا الشخص احتمال
بده يفاجئك بمبلغ مال وفرصة عمل بشراكة وينتظر ردك. لأنه بده يظهر لك شخص إنه الكوين. ويعرض عليك عرض، هذا الشخص ناوي يعرض عليك عرض يخرجك من الزعل، لأنه هو حاسك إنك أنت زعلان وأنت رافض مبدأ الحب، وأنت بس بتدور على استقرار مادي، استقرار نفسي مش استقرار زواج، وأنت معطي ظهرك لأنك أنت بدك زواج ولا حب ولا أي شيء ولا ارتباط. الشخص هذا بده يعرض عليك عرض معين، يمكن الشخص هذا يقول لك نتزوج نفتح مشروع مع بعض، يشوفك انك انت شاطر في العمل ومركز في عملك والهلوبة في عملك، فيمكن يعرض عليك عرض عمل ويفاجئك فيه، عامل لك مفاجأة. هالمفاجأة هي حلوة، بس اسمع الكروت عندي هون منيحة كتير، هون بقول لك تفكرش بلش، فكرت كتير خلاص بكفي. وهون بقول لك انه في باشن بينكو، شغف، وانه علاقتكو لمصدر ارتباط، فما فيش حاجة اني اذا انتو كنتوا في انفصال زواج، فالشخص هذا بده يفاجئك انه يعطيك حقك كله ويرضي ضميره ويعرض عليك نفس الوقت الرجوع. إذا كان هذا الشخص تراش وعرض عليك الحب أكثر هالمرة، راح يتحركش فيك يفاجئك إنه تعال نعمل مشروع مع بعض عشان يقدر يوصل لقلبك، يفك الربطة اللي أنت ربط نفسك فيها. يعرض عليك أول إشي الصداقة، بعدين يعرض عليك الزواج، لأنه بده زواج بصراحة هذا الشخص، بده ارتباط، احتمال تكونوا أنتوا كنتوا في زواج. طب هل نوايا هذا الشخص صادقة عشان أنا تبكش متحيرين؟ شخص يعرض عليك الزواج ويتركك لفترة تفكر في الموضوع، يقعد يستنى ردك. بس الشخص هذا بده يعرض عليك اول اشي يفوت قصة انه شغل ومشروع، لانه شايف انك انت بس مهتم في المال والاستقرار المادي ومبعد كل العالم حواليك، فيش لك اصدقاء وفيش لك ناس كتير، لانك انت مهتم في استقرارك المادي. فهو بده يعرض عليك عروضات وينتظرك لحتى تعطيه القرار، بس الشخص هذا جاي عليك قريبا. قراءة حلوة كتير لبرج الثعلب.